مدشوار بي والله انا صوتك باقي وياك بس اتزوج عزل ما ضل يمك دقيقه هسه شخلط من حرامي يما بروح ابوك روحي له ولك شنو بروح ابوك روحي له انت مو زلمه ما تروح له يما ايش بيك انت من قال الزلماني بس تشيني ودشني يما وانا ما متزوج قولي يلا روحي له انت نص عمر حتى لا متي في انا نص عمر اصلا روح خضره والمثل تزوجين يما قولي يلا يا روحك خضره شنو انت شجره هسه خلينا نخلص من حرامي تدي تتزوجين انا ابنك ما متزوج يما عندي فكره انت سوي هيك وانا سوي هيك حتى حرام ما يشرب اقول لك هاي وين جايبنه مالك شغل جايبك لخالتي تعتذر من عندها هو اعتذر من خالتي وانا سويت لها حتى اعتذر من عندها منتظر خالتك هاي لا ظل السوالف لازم تروح تعتذر من عندها يلا امشي يما الحمد لله والشكر الحرام سد الباب حصلناه بالبيت بعد ما له مفر ولك انت مطي ما تدري عندنا باب خارجي عندنا باب خارجي شو اخري يما نعي على ابوك لو خال الحرام ضايق ولا هاي الطقه يا ابوي هالقنينه هو يسوي بيه لو باي كنس شو يسوون بيه وانا متروسه غاز خلنا نشرد من هاي الباب الخارجي احسن لي يا ابوي هذا وين صار ادري بشاره بالحصين يا ابوي اي والله هذا صدق طالع من الباب الخارجي صدق لا قالت امي ها خالص بيك ولك يا خاله ساعدني ساعدني وصلني للصاله يا خاله دللي دللي كافي لزقت بي والله مو زوجك صوت اني لقيتك واقعة غاد وجبتك لهنا ولك وين لقيتني غير خالتك هاي شب منتظر انت شبيك دائما عصبي خالتك هاي انت ما شوفها خالتك تقول بومه ساعدها دور تضربني اقول له خاله سجاد شو يقول منتظر ما سمعته لا خاله ما يقول شيء يقول احنا خالتنا نحبها وساعدناها يا خاله انا همين احبكم وقعدوا قعدوا اي خاله اليوم ايش عجب جاييني والله خاله اليوم اجينا جبت لك منتظر حتى يعتذر من عندي لان ذاك اليوم زعليك اي خاله صدق زعلني بس على حساب المرحومه لان انا كلش احبها واحبكم اي خاله الف رحمه على والديك واحنا ولد اختك ونحبك وانا نروح يا ابوي يا ابوي ولك ابن العال شاد محرك مالواوي مو تقول حرام اطيع رجليه يا ابوي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اخوي ما شفت لك واحد اجى منها يركض اي والله يا اخوي شفته يركض منه رحم الله والديك اخوي رحم الله والديك يا خاله شنو صار انقلاب خاله يا انقلاب غير بزونتك شاتت علينا يلا خاله حسبوها علي ما يخالف انا هالمشتجينه الا ما اشمر كلب عليك ما اسمى منتظر يا ابويا مو تقول حرام وشاد محرك يا يمه يا هذا الحرام وهم زين ما باقني انت شلون اطبخ شلون اخبيز بس انه مرتبه سبي عم زين لحق ملكه الله يكم شيء وناخذ منه فصل اشتري لي دجاجه عبايه هاي صار لها سنتين ما بدلتها هاي يمه مرتبه بشر كمشت الحرامي هاي يمه يما قولي يا الله خلي ارتاح هو حرامي لو شاد محرك اركض وراه لما انطاح عن رجليه ما يلزم يما خلي قد وسولف لك والله ما بيك فاد ادري بيك اقعد اقعد وسولف يا يما والله تعبت يا يما ماكو دربونه ما طبيها ماكو شاره ما طبيها تقول واوي اركض وهو يركض اركض وهو يركض وبعدين متى وين اختفى والله يا يما عرفتك ما بيك فائده ما بيه فايدة بس انا صوتي اركض وهو يركض اركض وهو يركض حتى رجلي طاحن ما خليت دربون المنطقة ما طبيت بيها يما شنو هالصوت هذا من جيرانه متزوج اي كلها عرسة الولد بس انت ضال هنا محمض على قلبي يما شبيك انت شنو محمض على قلبك هاي ليمونة الله شوف شنو هالصوت